أنا مشاركة في حملة احكي حكايتك. حكايتي ابتدت من 15 سنة من بعد ما كانت معايا بنتي وتوفت الله يرحمها. كان 15 سنة بين بنتي وبين ياسين، بس بنتي ماتت قبل ما أعمل العملية بفترة قريبة، فكنت نفسيا في حالة نفسية صعبة. لسبب ما كان في عطل في الحمل وكان في مشكلة، فكشفت في أماكن كتير ورحت أماكن كتير وما كانش بيوفق إنه يحصل حمل. حتى أعرفه كان جاي عند الدكتور سيد هنا وقالت لي روحي اكشفي هناك وشوفي الدنيا فيها ايه. فجيت من 5 سنين، فعلا كانت أول مرة أجي، جيت كشفت ويعني كانت حالتي النفسية مش مظبطة خالص ولا تمام. ابتدينا نبتدي رحلة العلاج. هو قال إن هو علاج بسيط مش هياخد وقت، فشجعني واداني أمل. تقريبا اتعالجت 40 يوم وبعد كده قررنا نعمل حقن مجهري، ومن أول مرة العملية نجحت. وقت ما عملت العملية وجيت ابتديت في إجراءاتها وفي إجراءات العلاج كان سني تقريبا وقتها 37 سنة يعني، وتقريبا مخلفة ياسين ابني 38، كنت دخلت في 38، ودي حالة من النوادر طبعا لأنه كل ما السن يتأخر فرص الحمل والإنجاب بتقل، والحمد لله.